أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم من وادي الدواسر، يقول: أدركت الإمام يصلي العشاء فدخلت معه بنية المغرب، نظرا لأنني لم أصلي المغرب من قبل، وعندما نهض ليأتي بالركعة الرابعة نويت الانفصال عنه وتشهدت التشهد الأخير ثم سلمت. نعم، شو السؤال؟ يقول: أدركت الإمام يصلي العشاء، نعم، فدخلت معه بنية المغرب، نظرا لأنني لم أصلي المغرب من قبل، وعندما نهض الإمام ليأتي بالركعة الرابعة نويت الانفصال عنه وتشهدت التشهد الأخير ثم سلم، فما الحكم والحال ما ذكر؟ وهل الأفضل ما فعلت أم أن أنتظر حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة ثم التشهد والسلام معه؟ ما فعلته لا بأس به، أنك جلست تركت الرابعة وتشهدت وسلمت لنفسك، ولو تشهدت التشهد الأخير وانتظرت حتى يسلم الإمام فتسلم معه فلا بأس أيضا، ولكن مع هذا كلها الأفضل أن تصلي المغرب قبل العشاء، أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك لم يصلوا المغرب، ثم تصلي مع الجماعة ما بقي من العشاء، هذا هو الأفضل والأحوط.